مع ملك. صباح الخير ملك. صباح النور. اهلا بك. كي دايره هنا؟ لاباس عليك؟ الحمد لله نشكر الله يبارك فيك. كي دايره؟ بخير. كل شيء كيسلم عليك. اول مشاركه معايا في الاذاعه ديالكم. مرحبا بك لالا ملك. مرحبا بك. راح بك الخير. بارك الله. بغيت عندي واحد اولا قبل ما نقول لك الحاجه تحياتي للطاقم التقني. الله يسلمك. وتحياتي لك انت بزاف. الله يسلمك. وتحياتي لجليلة الحداوي وخديجه صافيق بزاف اللي غبرات علينا. الله يسلمك ان شاء الله يوصل توصل التحيه ديالك. اولا كنشكركم على البرامج ديالكم رائعه. ربي يخليك. في الصوت ديالك هنا اختي. ربي يخليك لا ملك. اذا قلنا اليوم غنحضروا معاك الوصفه ديال الحرشه بالعشوب. الحرشه بالعشوب غادي نوجدوا باش نديروا في هذه الحرشه. هي عشبه وحده مرصيطه كتسمعي بها كتعرفيها هنا؟ مرصيطه. ايه. كت عندنا كيلو ديال السميده. ايه. هذه ما فيهاش المقادير. كيلو ديال السميده وسميده جوج كيسان ديال زيت العود. ايه. باش تجي زوينه. ايه. وعندنا سميتو عندنا قبطه ديال مرسيطه على حسب الناس شحال. كانوا قلال يديروا قبطه صغيره على حسب. لا دابا الكيلو فيه قبطه د مرسيطه. ايه. وسميتو وصافي على حسب وسميتو الملحه اللي حسب الذوق ديالك. بلا ما نقدرش نقول لك شحال الملحه كلها. كاين اللي كيدير المسوس كاين اللي كيدير بلا ما. الا كاين الما كاين الما. سميتو وصافي تتشدي ديك مرسيطه كتغسليها مزيان. غير الورقه ماشي تاع العود ديالها غير الورقه بوحدها. كناخدو غير الوريقات. ايه. غير الورقه بوحدها كتشدها كدقيها مزيان في المهرجان معروف عند المستمعين خاصك يعرفوا دقيها مزيان وتدير وتعجني الطحين تتعجنيه. نعجنو السميده. تتعجني السميده مزيان تخلطيها وعاد ديريها ديري في الاخر مرسيطه ملي ديريها وتتعجني وصافي كطيبها كتجي زوينه. نعم. اذا مرسيطه كنشدوها كان اللي ما باغاش يدقها لا دقها طلق الماء ماشي مشكل واخا ما تدقيهاش كتجي رائعه. نقردوها بحال القزبر. ماشي مشكل بحال كيما بغيتي. كيف قلتي ناخذوا غير الوريقات ما ناخذوش العود ديالها. لا لحقاش العود غيبقى باين فهمتي. نعم نعم. غناخذوا السميده. عندنا كيلو السميده اللي بغى يدير قل راه غيدير قل. كنا على حسب بلاد. دابا شي ملك قولي لنا الطريقه ديالك كيفاش كتصوبي الحرشه. ها هو انا السميده كديري معاها جوج كيسان ديال الزيت البلديه. ايه. وسميتو وتندير على حسب الماء اللي غيخلط لك صافي. تبقى العجينه عاقده شويه ماشي تجريهاش مزيان وصافي. ما كتعلكهاش مزيان باش ما تحيدش منها. واش كديري في الاول الزيت ولا كتخليه هو الاخر؟ هادشي كله واخا كاين بعض المستمعات اللي يقول لك حنا عارفينه ولكن راه كاينين مستمعات واحد اخرين وفعلا اتصالات عرفتي مالك من العرايسات الجداد لا كتبقاو تقولوا بان راه هذه عارفينها المستمعات حنا راه ما عارفينهاش. دابا المهم غتدي زيت ملي تديري الملح وداك الشيء تكدي الكيسان ديال الزيت وعاد تضيفي الماء من تخلطي سميتها بالزيت عاد تكدي الماء. السميده بالزيت. تتخلط مزيان. اييه. عاد ديري الماء. عندي الماء. خليها شويه عاقده ماشي تجريها بزاف تركيهاش بزاف. انا درتها في التجربه ديالي الوالده ديالي وتحياتي لها بزاف راه مريضه الله يشافيها. نتمنوا لها الشفاء ان شاء الله. الله يبارك فيك اختي. هي اللي دارتها وقلت لها والله تندوزها المسيطه. هذه ديال مرسيطه. مزيانه المصران شتي. دابا انا كنقسم ندير لها كان فيها المصران ودرتها وعلى اي يعني مساله ان هذا دواء ولا ماشي دواء دائما كنبغي